قضية من هنا قدمون لنا نادي مخير هاي ديما راهو المشافة خاصة الصغيرات ديما تقعدوا مقدام اي مهم ياسر صحي ايوا حطهم لي ديما في المقدمة حشتنا بهم هذوك ربي يبارك فيهم ان شاء الله ممتاز ما شاء الله هاي تفضل نبدأ إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نواصل على بركة الله تعالى لحفظنا لسورة فاطر في هذه الحصة نتعلم بمشيئة الله عز وجل من الآية 41 إلى آخر السورة فعلى بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا إن الله يمسك السماوات والأرض إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا أرتاح مرة ثالثة إن الله يمسك السماوات وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم نعم فلما جاءهم
إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم نعم استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا وَكَانُوا
وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشْرَكَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً نعم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا
ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى نعم أهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا لأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى جميل الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. نكرهم وإلا جيبوا منه سيء ولكن هذا المنظر مش ذاهب وإلا لأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين. ممتاز نعم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده
بصيرا. فتح الله لكم وبارك الله فيكم جميعا. وننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفردية التعليمية. هاي السيد شعنته سي كمال، تفضل، مرحبا بك، يا أهلا وسهلا. اللهم لك الحمد، مرحبا، أهلا وسهلا، كيف الحال؟ يا الله، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكون ادغم بلغن نذير ليكون لئن جاءهم جاء كما قريت من الأول، مد المد، مد الواجب المتصل، لئن جاءهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. نعم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. جميل. فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ما شاء الله، ممتاز، ما شاء الله، جميل القراءة، ما شاء الله، ما شاء الله، أحسنت. بارك الله، ما شاء الله عليك. عليكم السلام، مرحبا. حافظ نصيب سي كمال، حافظ نصيب باهي والكام خاتم، ما تلاوة جيدة، ما شاء الله عليك، ما شاء الله، ما شاء الله، ربي يبارك لك. تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن زالتا مثنى ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من أحد، أظهر النون هنا، من أحد زالتا إن ولئن زالتا، لحظة واحدة أخي، ولئن زالتا مثنى، بين المد مش ما يتغيرش المعنى، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده أحسنت إنه كان حليما
غفورا. هنا إظهار حليما غفورا. نعم. إنه كان حليما غفورا. صحيح. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن. لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. من إحدى الأمم. صحيح. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استكبارا في الأرض ومكر السيء. ومكر السيء. استكبارا في الأرض ومكر السيء. أيوة. ولا يحيق المكر السيء إلا سيء إلا. نحقق الهمزة الأولانية ونبدل الثانية. السيء إلا إلا إلا. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين. إيه نعم. فلن تجد لسنة. مقولش لصن لصوت ولصاء. لسو لسو رقب السين. فلن تجد لسنة الله تبديلا. إيه نعم. ولن تجد لسنة الله تحويلا. نعم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. صحيح. وكانوا أشد منهم قوة. منقولش قوة والقوة قوة. حب نسمع الها في الآخر. وكانوا أشد منهم قوة. مش قوة قوة قوة. أيوة. الها في الآخر نحب نسمعها بالباقي. وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. نعم. إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم أظهر الميم عند الفاء. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. بارك الله فيك. أحسن شيء. إيه ما شاء الله عليك. يا مرحبا بك. أهلا وسهلا. الله يوفقك إن شاء الله. هاي سيب الأحسن تفضل. ما شاء الله. هاي تفضل. أي كلمة قرأي؟ فضل. نعم. أقرأ كلمة حبين. أي. أرفع صوتك شوي. إن الله يمسك السماء. والأرض أن تزولا. صحيح. ولئن زادتا إن أمسكهما من أحد من بعده. صحيح. إنه كان حليما.
نقولش كان، كما هي مكتوبة نقرأ كان حليما، نون فيش مد، كان حليما غفورا، كان حليما غفورا، كان حليما، مش كان، كان حليما غفورا، كان حليما غفورا، شو حليما غ، ما تعملش غنى، ما تطولهاش، ما تقولش حليما غ، حليما غفورا، حليما غفورا، ممتاز، قلق للقاف، قل وأقى، وأقسم بالله جهد أيمان، لأن أي؟ أي مدها لئن جاءهم نذير، مش لئن، لئن جاء، لئن جاء، لئن جاءهم نذير، نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، لا قل لئن جاءهم من هناك، جاء هذيك فهمت جاءهم مد، جاءهم نذير ليكون، لا ليكون أحدى من إحدى، مش من أحدى، من إحدى الأمم، إحدى الأمم، صحيح، فلما جاءهم جاء فهمت هذيك وكمد جاء، فلما قوله نذير بين الشكل، نذير اخزر لي، نذير ما زادهم إلا نفورا، قل فلما جاءهم من هناك، فلما جاءهم نذير، جاءهم جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، إلا نفورا، نفورا استكبابا، استكبارا في الأرض، ومكر السيء، سيء، قف عليها وريح نفسك، ومكر السيء، ومكر السيء، هكا ولا يحيق، مش يحيق عاد، ولا يحيق بالفتحة كما الشكل موجود في المصحف، ولا يحيق، إلا بأهله، إلا بأهله، إلا بأهله، صحيح، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، الأولين، قف على السكون، الأولين، أي فلن تجد، تجد، مش تجد، هذه كما هي مشكولة، فلن تجد، تجد لسنة الله، أي ولن تجد لسنة الله تحويلا، كافي، بارك الله فيك، يعطيك الصحة، شوي بشوي تو نتعلموا، باهي ديما خليك القدام هنا، وحاول في كل حصة يقرأوا الوليدات هذوما، يسيرش حتى آيتين ثلاثة باش نحسنوهم بشوي بشوي، ما شاء الله عليك، يعطيك الصحة، أي أي صحيح، أي سي إبراهيم تفضلي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أي. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة. 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 أيوة. قوة. وما كان الله ليعجزه. لا وصل عاد، وما كان الله كما قريناها احنا قبيليك بالوقف، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، أي إنه كان عليما قديرا، أي ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، بما كسبوا ما ترك، واصل ما عادش ترجع، ما ترك على ظهرها، واصل
ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. الله يفتح عليك، أحسن الله إليك، ما شاء الله، ممتاز. هيا سي مالك، هيا تفضل. واللي بعده يعرف روحه الرقم. اي تفضل، مرحبا بك. كان المصحف اللي عندك حفص، انت تقرا حفص؟ قالونا اي مستر شيخ، تفضل. اي تفضل، اي جديد انت يا اهلا وسهلا. شوي نص. اي مرحبا بك. اي اي صحيح. ان الله يمسك السماوات والارض. كانت توصلها تكون افضل. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. تقف هنا يكون جيد. اي ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. صحيح. زالتا مثنى. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. قول هاي. ولئن زالتا زالتا إن أمسكهما. أظهر النون. شوف. إن أمسكهما من بعده. من كيفاش؟ إنه كان حليما غفورا. صحيح. وأقسم قلق القاف. وأقسم بالله جهد إيمانهم لئن جاءهم. مد المد ذاك. لا يكونن أهدى من إحدى الأمم. لا يكون من إحدى الأمم. أي فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله. صحيح. ولن تجد لسنة الله تحويلا. أحسن، بارك الله فيك. أحسن. أول مرة تقرأ ثاني مرة، ثالث مرة بحول الله تكون لاباس. ما ديما ننصحك الآيات اللي باش ناخذوهم توا احنا باش ندخلوا على سورة ياسين. سورة ياسين سهلة، وهذه فرصة اللي عنده صغيرات وكذا ربوع ياسين توا احنا قادمين عليه، واللي يعرف صاحبه واللي يعرف خوه واللي كذا يجيبه. هاي فرصة باش يحفظ ربوع ياسين. باش نبداو إن شاء الله من الحصة القادمة في ربوع ياسين، هذه فرصة. قال انا ما نجمش نحفظ من الاعراف ومن البقره ومن الرعد ومن هاك ربوع ياسين. راك تجيب واحد يحفظ كلام ربي، كل ما يقرا هو ايه الاجر ماشي لك ليك انت. شفتك الثواب العظيم. كل واحد تجيبه وتقول له هاي ثم حص اجا احفظ ربوع ياسين، كل ما يقرا هو ايه الاجر ليك انت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علم ايه من كتاب الله كان له ثوابها ما تليت. قال انا نعلم فيه؟ لا، انت جبته شارك معه في الاجر. من علم ايه من كتاب الله كان له ثوابها كلما تليت. كل ما يقراها هو، كل ما يعلمها الغير، الاجر ماشي لك انت. ها فرصه ذي باش نجيبوا صحابنا من المكتب ومن كذا ربوع ياسين
يحفظ ربوع ياسين شو قدش فيه منها من آية، والآية قدش فيها من حرف، ها جبال من الحسنات، هذه فرصة طيبة. أي نعم، وقبل ديما قبل ما ناخذ الآيات نسمعهم مرتين وثلاثة ونقراهم أنا، مش نسهلهم على روحي، نجيش نشد المصحف ديركت ونبدأ نقرأ، لا أنصح بالإنسان يسمع، يسمع قبل ما يجي للحصة، خاصة كي يبداو آيات صعاب يسمعهم مرتين ثلاثة ويقرأ، فهمتني هكاك تسهل عليه، يسهل عليه الأمر. أي نمشي اللي بعد. أي أي مرحبا بها وقريب. أي تفضل. عليكم السلام. أي أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، صحيح. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله يؤاخذ، قل شو آخذ الله تولينا مفخمة تولي بالضاء، هي يؤاخذ بالذال. أي ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ممتاز، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. أحسن، ما شاء الله، ممتاز، يعطيك الصح. هذه فرصة وربع ياسين جزيت مكنو بالباهية، يعطيك الصح ورب يبارك لك. نعم فضل. مرحبا، أهلا وسهلا، كيف الحال؟ يا مرحبا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله، إن الله يمسك شوية ترقيق في إن الله، قلش الله الله، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، نعم، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، نعم، ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله. أعيدها وبعد شوي المكر، ولا يحيط، ولا يحيط المكر السيء إلا، شوف حقق لي الهمزة الأولى، السيء إلا إلا، حقق الهمزة، ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله. تمام. فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، نعم، وكانوا أشد منهم قوة، وما جل جلاله إنه كان عليما قديرا. نعم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لا ما تعملش تقطع، على ما ترك، إلا ما ترك على ظهرها من هناك. ولو يؤاخذ، ولو يؤاخذ، ولو يؤاخذ الله، لا يؤاخذ الله هكذا، ولو يؤاخذ،
ولو يؤاخذ الله الناس ما ترك ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. الله ينفع بك، أحسن الله إليك وبارك الله فيك، ممتاز، تلاوة طيبة، أحسن ما شاء الله عليك، مرحبا بك، هاي تفضل، أهلا وسهلا، كيف الحال؟ لاباس؟ شوية تفخيم في الراء. بسم الله الرحمن الرحيم. فخم الراء. بسم الله الرحمن الرحيم. أي نعم. إن الله إن الله نانا مرققة. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. نعم. ولئن زالتا إن أمسكهما زالتا مد ولئن زالتا أمسكهما من أحد من بعده. نعم. إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. نعم. فلما جاء استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نعم. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ أي. فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. نعم. ولكن يؤخرهم فخم الرايش. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. الله ينفع بك، الله يفتح عليك، أحسن، ممتاز. هاي شو مزال خلني اخذ الصغيرات هذوما، تفضل اخذهم من بعد وبعد نمشي بالتكرار. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. نعم. إنه كان حليما غفورا. أولئك حليما غفورا. إنه كان حليما
صحيح. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. صحيح. فلما جاء فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ممتاز ما شاء الله عليك. أحسن ممتاز أحسن ما شاء الله. إيه إيه خويته ما شاء الله عليهم ربي يحفظهم إن شاء الله. تفضل. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. نعم. وكانوا أشد منهم قوة قوة نجد تقف عليها اشتقى نفس أشد منهم قوة. صحي قوة ترقيق قوة. أيوة. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا وما ترك ما ترك بلا شوية وما ترك على ظهرها واصل مد من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. بارك الله فيك. جاء أجلهم قالون عنده الوجهان لازم تقول جاء أجلهم وإلا تقول جاء كما قريت جاء أجلهم يا اثنين وإلا أربعة. نعم بارك الله فيك ما شاء الله عليك أحسنت. أي سي محمد هاي فراتي تفضل. أعطيني تو القائمة بتاع التكرار. أي تفضل. أي ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا. أي واصل. ليكونن نون ضمها مليحة. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نعم. فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف
كنت نقص شوية بس في لسعة كان كثيرة منهم مش متخوضش تضرب لا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أي. وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولن يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك أي نعم أحسن الله إليك ممتاز ما شاء الله هذا هو المطلوب وقت الرب وأجيالنا على القرآن هذا هو نهاية الصهاينة بإذن الله تعالى ربيوا وليداتكم على القرآن راهو النصر من هنا أنتم توا في سورة الإسراء وقت اللي حكى المولى عز وجل على بنو إسرائيل اللي قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين بين الأشياء هذه الفساد والعلو والنفير والأشياء هذه كل علامات لقرب زوالهم بإذن الله تعالى بعد هذا الكل قال إن هذا القرآن بعد ما ختم الآيات قال إن هذا القرآن يهدي فيه إشارة وأكثر سورة ذكر فيها لفظ القرآن هي سورة الإسراء أكثر سورة ذكر فيها لفظ القرآن هي سورة الإسراء مش البقرة مش آل عمران مش النساء سورة فيه إشارة لماذا ربي يحب عبادا لنا وكيفاش يكونوا عباد للمولى عز وجل وهما بعاد على القرآن الكريم بعثنا عليكم عبادا لنا عبادا لنا أولي بأس شديد الغذاء متاعهم هو القرآن الكريم ولذلك هذا لا محالة ما تحقق في غزة أكثر بلاصة فيها حفاظ للقرآن الكريم الآن هي غزة ها أكثر بلاصة رغم الحصار احنا هنا ماكلين شاربين في ديارنا في امان نحمد ربي على نعمه الامان اللي نحن فيها راه مش فاهمين راه احنا مش فاهمين الامان اللي تصور واحد القاعده ما يعرفش وقت شيء هبط عليه صاروخ احنا في نعمه نقولنا من اصبح منكم امنا في بيته معافا في جسده فقد حيزت له الدنيا بحذافرها او كما قال عليه الصلاه والسلام يعني ليصبح منكم آمن في بيته أمان هاو الحمد لله الأمان موجود معافا في جسده تحمد ربي على نعمة الصحة والعافية إخوانك الآن القصف ليل ونهار وهم يقصفوا فيه مش حاجة سهلة ولكن ربي حب هكاك لحكمة ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ابتلاء من المولى عز وجل ندعيه لهم ونربي أجيالنا وأبنائنا على القرآن الكريم ونحسهم بأن هذه القضية هي قضية عقائدية دينية بحتة أو يلزمنا نعلموا مش سياسية ومش قومية ومش عربية لا هي قضية دينية إسلامية بحتة هذا يكون في المقدمة يلزمنا نفهم المفهوم هذا وقت اللي يكون المفهوم هذا موجود وثم إقبال على القرآن وثم إقبال على الصلوات في المساجد وتتربى الأجيال على القرآن وعلى فهم القرآن وعلى تدبر القرآن وعلى فهمه وتطبيقه وتحكيمه توجيه النصر مش قال في سورة البقرة قال مستهم البأساء والضراء حروب قتل أشلاء مستهم البأساء والضراء وزلزلوا احنا توش نقولوا شوفوا فيهم ما نش قادرين نعملوا شيء الا الدعاء ومعاهم يعلم ربي كيفاش حالنا معهم وزلزلوا حتى يقول مش عامة الناس
حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ والنصر بعيد ولا قريب؟ ألا إن نصر الله قريب، قريب جدا، قادر في أي لحظة، لكن لحكمة أرادها المولى عز وجل. علاش هكا؟ الله أعلم. حكمة ليميز الله الخبيث من الطيب. ها؟ إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجوه. شي بين ربي شكون اللي عنده إيمان صحيح واللي مع القضية ومع كذا واللي هو خبيث وكذا وكذا وكذا. إن شاء الله ربي ينصرهم وكذا. إحنا المطلوب منا الأجيال هذه تتربع على القرآن، نرجع للقرآن، هذا أعظم رسالة تكون، والنجم الحق بها بإذن الله تعالى النصر. أي نمشيوا للتكرار سيدي. رقم 6 سينيزار تفضل. رقم 60 هذا ولا 6؟ 6. طيب هاي سينيزار، شو حوالك؟ لباس؟ أمورك طيبة؟ الله يبارك لك.